في الأشعة ديال الشميشة، كاين الناس اللي باقيين كونجي، كنقول لكم بالصحة والراحة، وبزاف ديال الناس راهم دخلوا دابا، فكيفاش نستفدوا من هذه الأشعة الصيفية وفي نفس الوقت نقلبوا على فيتامينات طبيعية لاستقبال فصل الخريف، واحد الفصل اللي فيه الجسم ديالنا كيتأثر بزاف ديال العوامل. دكتور عماد ميزاب دائما معاه الجديد والوصفات الطبيعية والمهمة والوصفات أيضا الحصرية على راديو أصوات. دكتور عماد، اش اخبارك؟ ولاباس عليك؟ وكي دازت العطله؟ الحمد لله، صباح النور اختي لمياء، تحيه ليك وجميع الاخوات كي نورونا في هذا اللقاء. واكيد غادي نكون فرحان اننا الحمد لله غادي نبداو هذا الموسم هذا، وانني كنصبح عليكم هذا النهار لاننا فعلا توحشناكم وتوحشنا كذلك نتقاسموا مع بعضياتنا معلومات اللي غتفيدنا ان شاء الله في الصحه وفي الجمال ديالنا. وان شاء الله غادي يكون الجديد، غتكون وصفات ان شاء الله جديده، ويكون كذلك حتى حديث على بعض المواد اللي كانت كتستعمل مثلا واللي ولا فيها مشاكل او بينت اخر دراسات اننا ما خصناش نستعملوها. وهادشي ان شاء الله نشوفوه في الحلقات اللي غايجيو ان شاء الله. وانا قلتها للمستمعات في البدايه بان الدكتور عماد هذا الموسم موجد لكم مجموعه ديال الامور اللي هي حصريه وصحيه، سواء كيف ما قلتي كتعلق بدراسات حول مواد طبيعيه او مواد طبيعيه اللي يمكن كنا هاملينها وما عارفينش القيمه ديالها، فدابا جات الوقت اننا نتهلاو فيه على الصحه ديالنا ونعرفوا بان أكيد. الطبيعه نعم. كيف ما فيها كل شيء زوين، شي حاجه زوينه لا تعني بانها راه مفيده 100% وخاليه من الخطر. التعامل بحذر مع الطبيعه. طيب دكتور عماد، الشميشه الناس باقي باين في البرونزاج، باقي شاد فيك اللون، شاد الشمس، خديتي الفيتامين دي الجينات كي كيشدوا الشمس وسيدي بالصحه والراحه. طيب يعني هاد الايامات اللي غادي يخرج فيها الصيف وغادي يخرج الصيف وغادي يدخل فصل الخريف، اكيد نعم، واحد الفصل اللي كنتهموه بزاف انه كيضر لينا بالشعر، كيضر بالبشره ديالنا، كينقص لينا من المناعه، كنمرضوا فيه بزاف. نعم، فصل الخريف الا كان الانسان او يعني تهيئ من بعد، وان الداس ديالو دائما كيكون عنده واحد العاده يوميه باش يحافظ عليها ويحافظ على الصحه ديالها، ففصل الخريف بالعكس كيمكننا نستافدوا منه، نستافدوا من هذاك الجو كذلك. علاش؟ لان بحال غادي نقولوا فصل الخريف كنخليه واحد الجو للاستفاده او الترميم ديال هذاك كما كنقولوا حنايا ما اخذناه من فصل الصيف، لان فصل الصيف ماشي غير الشمس وماشي غير يعني اشعه الشمس ضاره، لا، فصل الصيف كذلك هذاك الشمس اللي كناخذوا او ديك الاشعه كاينه واحد الاشعه نافعه، لان ما نبقاوش نهضروا غير على الاشعه الضاره، فالشمس كذلك او الشمس راه عندها منافع. كنا كنعرفوا الشمس هي واحد المصدر ديال الفيتامين دي اللي هو او البروفيتامين دي، لان الفيتامين دي كيتكون لنا في الداس ديالنا. ولكن انا اليوم بغيت نهضر معكم على بعض الفيتامينات اللي كيمكننا اننا نستافدوا منها، اللي كيمكن تحفز عندنا باشعه الشمس. فاولها هو الفيتامين بي بي ولا ما يسمى بلاسيد نيكوتيك. فهذا الفيتامين بي بي من الفيتامينات المهمه جدا، وخاصه مزيانه لوليداتنا، مزيانه الناس اللي كيكون عندهم مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، لان الفيتامين بي بي من غير المزايا ديالو انه كيحافظ لنا على الكولاجين ديال البشره ديالنا، كيحافظ لنا على النضاره ديال البشره ديالنا، كيحافظ لنا على الشبابيه ديال البشره ديالنا. فالفيتامين بي بي يساعد في تقويه خلايا الدماغ، كتعاوننا باش كتعطينا واحد التركيز او رفع تركيز الدماغ بواحد الشكل كبير، كيمكن يرفعوا لنا حتى لثلاثه حتى لاربعه ديال المرات التركيز ديال الدماغ ديالنا. فهذا كيتعتبر من الفيتامينات المهمه. الفيتامينات المهمه اللي هو الفيتامين بي بي فين كيمكننا نلقاوه؟ كنلقاوه بكل سهوله في واحد الماده اللي كناخذ، الفيتامين بي بي اللي كناخذوها يوميا او بعض الناس اللي كيستهلكوها، اللي هو اللحوم البيضاء. اذا اللحوم البيضاء وماشي غادي نطلبوا اننا ناخذ واحد الكيلو، الا خدينا غير واحد 100 غرام ديال اللحم ابيض غير جوج المرات في الاسبوع. يعني الدواجن؟ نعم، الدواجن، الصدر ديال الدواجن غيكون احسن. فالا خدينا غير 100 غرام ديالهم فغادي تعطينا واحد الفائده كبيره. نديروها غير جوج المرات في الاسبوع راه هي كافيه، وكتخلينا نستافدوا من هذا الفيتامين هذا اللي إلا خديناهم، هذا التركيز ديال الفيتامين اللي عندنا في هاد الدواجن زائد الأشعة اللي خديناها خلال فصل الصيف غادي يكون واحد
تفاعل كيميائي بيولوجي مفيد جدا للجسم ديالنا. هذا من جهه. نمشيو للفيتامين سي. الفيتامين سي اللي كنعرفوا حنايا هو الاساس ديال اشتغال المناعه ديالنا. نعم. وبالاحرى شنو هو الفيتامين سي؟ بحال قلتي المناعه ديالنا كيكون عندها واحد الفم اللي كيلتهم لينا الميكروبات، فالفيتامين سي هذاك الاسنان اللي كتلتهم كيقويها. يعني بحال قلتي كيكون عندنا واحد الاسنان هي عاديه، ولكن ملي كنتناولوا الفيتامين سي هاد الاسنان كتولي حديديه او كتولي قويه اكثر، وكتخلي ان المناعه تغلب بسرعه على الامراض. وحنا مقبلين على واحد الفصل للعديد من الوليدات ديالنا والعديد من الاخوات والاخوان كذلك، اللي كيمكن تصيبهم انفلونزا، تصيبهم عده امراض، راه هما لدرجه ان راه بدات، يعني راه بدا الموسم العديد من الناس انه بدات، وبدا الرواح بدات المنزله. فهاد الفيتامين سي مهم جدا. فيتامين سي كنعرفوا حنا المصادر ديالو، ما لقيناش، نقتصروا مثلا على القزبر فهو اول معدنوس عفوا كيكون فيه الفيتامين سي بواحد الكثره، الفلفله كذلك، حتى الفلفله هي كيكون واحد المصدر قوي ديال الفيتامين سي. وما نساوش مواد اخرى بالنسبه للناس اللي كيستمعوا لنا خارج ارض الوطن، اللي مثلا عندهم الكيوي كيكون الثمن ديالو رخيص، فهذاك ماده مهمه لان التركيز كيكون طالع. او بكل بساطه دابا الحمد لله راه متوفر هذاك الليمون ديال العصير، فنحاولوا اننا نستافدوا منه، ودابا راه غادي يدخل الوقت ديالو لانه مهم جدا للصحه ديالنا. نمشيو واحد الفيتامين اخر اللي هو واحد الفيتامين يحب الصيف، او فيتامين الصيف اللي هو الفيتامين او. فيتامين او اللي هو واحد الفيتامين مهم جدا كما كنقولوا حنا، عنده المزايا ديالو لا تعد ولا تحصى، لان الفيتامين او كيدخل في التركيبه ديال الهرمونات الانثويه والذكريه. الفيتامين او كيعاون في الخصوبه، والفيتامين او فاش غادي يعاوننا الوليدات ديالنا المقبلين، يعني اللي داخلين ان شاء الله للدراسه ديالهم، انه كيعطينا واحد التليين ديال دوك العريقات ديال الدس ديالنا. الا عطاهم واحد التليين ديال العريقات كيعطيهم واحد الدوره دمويه متكامله متوازنه اللي كتدور بطريقه طبيعيه. وإلا درس الدورة الدموية بطريقة طبيعية كيخلينا أننا كيكون تصفية كاملة للدس ديالنا من جميع السموم، وكتساعد كذلك حتى الوليدات ديالنا باش المناعة ديالهم كترتفع، لأن كل ما ارتفعت الجودة ديال الدم كل ما ارتفعت الجودة ديال الكريات البيضاء اللي هي المناعة ديالنا، وبالتالي شنو كتعطينا؟ كتعطينا واحد الفائدة كبيرة. إذا الفيتامين أو بكل بساطة كيمكننا نلقاوه في زيت نوار الشمس اللي فيها واحد التركيز عالي ديال الفيتامين او. الناس كذلك الى منين يرخص لافوكا فنحاولوا اننا ندمجوها فيتامين او بتركيز كبير جدا، فنحاولوا ندمجوها قريب الموسم ديال لافوكا. نعم فوالا، لان دابا دايره 13 درهم دابا اللي دايره في الاسواق، مازال ترخص وعاوتاني ماشي غناكلوا كيلو ديال لافوكا، الا خدينا غير واحد بحال دابا الوليدات الصغار ربع ديال لافوكا راه كافيهم جوج المرات في الاسبوع. والكبار يدير واحد نص ديال لافوكا، فغادي يكون فائده كبيره. ومن الاحسن ديك لافوكا نزيدوا معها زيت نوار الشمس، يعني شويه بحال دابا ديك الفينيغرات اللي كنديروا نديروا فيها نوار الشمس، نديروا فيها زيت نوار الشمس باش كترفع من داك التركيز ديال لافوكا، وهكا كتكون عندنا حمايه كامله. والفيتامين او كذلك مهم جدا للناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب والشرايين، لان التليين ديال الشرايين او ديال العروقه مهم جدا. علاش؟ باش كيخلي القلب دائما كيخدم مرتاح. هادشي الى خدينا مباشره بعد فصل الصيف واستعملنا الفيتامين او فهو كيكون كنستافدوا منه بواحد الصفه كبيره. علاش؟ لان ديك الاشعه اللي خدينا ديال الشمس النافعه كتحفز لنا التفاعلات البيولوجيه اللي كتكون عندنا في الدس ديالنا. بحال قلتي الا كانت واحد ديك التفاعل البيولوجي اللي عندنا في الدس، يعني دوك يعني التفاعلات الكيميائيه الطبيعيه اللي كتكون عندنا في الدس مثلا كتمشي بالسرعه ديال واحد، فلما كناخذوا ديك اشعه الشمس كترتفع هذيك السرعه لثلاثه حتى اربعه ديال المرات الضعف ديال يعني السرعه العاديه. فهذا كيتعتبر كذلك من فيتامينات مهمين. والفيتامين كا، فيتامين كا اللي هو مهم جدا في ترميم الجروح، مهم جدا في تماسك الجدران ديال 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 العروق ديالنا، كيعاون كذلك كمضاد ل او كمضاد ل يعني المشاكل اللي كتكون عندنا الكدمات او شي حاجه يمكن توقع للوليدات ديالنا، فهو كيعطينا الترميم. كنعرفوا ان الوليدات ملي كيدخلوا المدرسه كيجريو كيلعبوا كيطيحوا، فاذا كان فيتامين ك بواحد النسبه مهمه جدا فهذوك الكدمات اللي كيوقعوا لهم او هذوك الجروح فهي كتلتحم وكتجمع في واحد السرعه كبيره. فيتامين ك ما غاديش نلقاو محسن من اول مصدر ديالو او المصدر اللي فيه واحد التركيز طالع ديال الفيتامين كا اللي هو العسل الحر. اذا وليداتنا الصغار
من 5 سنوات نعطيهم معلقة صغيرة ديال العسل في الصباح كافية أنها تعطيهم هاد هاد هاد, هاد يعني هاد القوة هذه وهاد الفيتامين ك. واخا يكون العسل ديال الليمون ماشي مشكل، والناس الكبار ياخذوا معلقة صغيرة في الصباح ومعلقة صغيرة في الليل، وهكا غادي نكونوا استفدنا من هاد الأشعة الجميلة ديال الشمس خلال فترة الصيف، واللي غادي تعاوننا إن شاء الله باش نتصدوا الخريف، باش نتصدوا لهاد الفصول اللي غادي إن شاء الله. فتكلمتي دكتور عماد على فيتامين بي بي وعلى اللي كاين في الدواجن يعني في الصدر ديال الدجاج بالخصوص. تكلمتي على الفيتامين سي اللي حنا كنعرفوا كاين في الحوامض، كاين في الفلفلة أيضا ياك فيتامين سي، الفيتامين أو كاين في الأفوكا. نعم. كاين حتى في زيت أرغان دكتور زيت أرغان ما فيهش واحد التركيز كبير، ولكن زيت نوار الشمس علاش حنا اختاريت لكم واحد الزيت اللي هي في المتناول، ويمكننا ناخذوها ويمكننا نطيبوا بها. اما زيت أرغان ولينا كنسمعوا بها ولات تلما ولات غالية ولينا صافي غتولي تعط في الدهاز دابا فعلا، لأنه الثمن ديالها بعض الخطوات كيوصل حتى 600 درهم لتر وما أكثر. و 600 درهم وخصك تلقى الجودة، الجودة هذه مسألة أخرى خصنا نهضروا، يعني خصك تلقى الجودة ب 600 درهم. وخلينا في زيت نوار الشمس أحسن. نعم. وقلنا الفيتامين كا. فيتامين كا نعم. اللي غنلقاوه في العسل الحر، العسل الحر باش ما جميع أنواعه دكتور عماد؟ جميع الأنواع، لأنه يخرج من بطونها، صافي، يعني خص ذاك الأكل اللي كتاكل النحلة، كدوز عبر البطن ديال النحلة اللي هي كيكون الجلوكوز والماء زائد الأنزيم اللي كيكون عند النحلة اللي كتعطيه لينا، هذاك الأنزيم فين كاين السر؟ تما فين وضع السر الله سبحانه وتعالى، يعني غير كيخرج من البطن ديالها، راه هذاك العسل ناخذوه، ولا داعي ل أن الناس دير بزاف ديال كما كنقولوا حنا ديال التعقاد، وبزاف ديال الناس اللي كتبغي دير واحد النوع من الإشهارات اللي هي مغلوطة، أن لا خصو يرعى خصو يدير. المهم النحلة اللي عطاتنا داك العسل فالله سبحانه وتعالى قال لك يخرج من بطونها، صافي، يعني هذاك شنو كيوقع في البطن ديال النحلة تما فين كيكمن السر وتما فين كيكون الشفاء ديال الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين، يعني غير يكون عسل خارج من عند النحلة ويمكننا نستعملوه. ومسألة أخرى أن العسل الناس اللي عندهم داء السكري ضروري يلتجؤوا أو ياخذوا الاستشارة ديال الطبيبة أو الطبيب ديالهم قبل ما ياخذوا العسل، لأنه فعلا كيطلع السكر بزاف والأمور غتكون بخير إن شاء الله. وأذكر بالرقم المباشر باش تطرحوا الأسئلة ديالكم مع على الدكتور عماد، أعتذر دكتور عماد مزاب، مرحبا بك للا على 05-22-77-24-24. تكلمنا احنا في الجزء الأول على شنو هي الفيتامينات المهمة اللي خصنا ناخدوها في هذه الفترة هذه اللي ما بين فصل الصيف وفصل الخريف باش الجسم ديالنا يكون مستعد باش نقوي المناعة. فمرحبا بك للا، إلى عندك أي سؤال يهم الصحة ديالك يهم المناعة يهم حتى الجمال، فالدكتور عماد ميزان ما غاديش يبخل عليكم باش يجاوب على كل اسئلتكم. وذكر بالرقم 05-22-77-24-24، ايضا صفحتنا على الفيسبوك باش تواصلوا وتخليوا الاسئله ديالكم في التعليق، راديو اصوات باج اوفيسيال، احنا معكم دابا في بث مباشر في الصفحه، فمرحبا بكم. كنشكر كل الاخوات على الكلمات ديالهم طيبه، حتى انا توحشتكم، وحنا رجعنا دابا مع بعضياتنا في موسم اذاعي جديد اللي غتكون فيه دائما المتعه والافاده. فاطمه من مدينه الرباط، السلام عليكم فاطمه. وعليكم السلام حبيبتي، شبارك لالا لاباس، يبارك فيك، تبارك الله عليكم على البرنامج ديالكم. مرحبا لالا عماد، كنبغيوك بزاف. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم لالا، وانا كذلك اختي، انا كذلك. الله يعطيك صحتك، الله يعطيك صحتك سي الدكتور. عندي واحد المشكل ديال لاسيستيت، لاسيستيت انترستيسيال، ودابا تيقولوا لك ما تاكلش الزاغريم، ما تاكليش البوتاسيوم بزاف، ما تاكليش المغنيسيوم، حيت كيأثر عليها. حتى انا كندير دي زانستيلاسيون انترافيزيكال وكنديرهم بيريوديك، من 3 شهور كندير 3 سيونس. وهاد لي زاغ دابا ما كناكلش لي زاغريم، ما كناكلش هاد البوتاسيوم، والا ما كليتيش لي زاغ زعما راه. والطبيب تيقول لي التمر الا كليتي كاع تاكلي حبه وحده، قال لي ما تاكليش هادشي كلشي كيأثر لك على هذا، واللحم قللي منه. ومن غير هذا الشيء عاود عندي اون شوت كارابيني ديال لي شوفو، كانوا قالوا لي عندك انالوبيسي زعما
متقدمه مزمنه مراحل متقدمه ودابا عييت ما ندير من الدوايات ودابا ديغمون اللي تندير غير الماء اليسير مي توجور عندي لا عندي لا شوت كندير شعري ها سورتو المقدمه كله كيطيح واخا لا تسيستيت كتاخذي عليها الدواء كناخذ عليها غير هاد الانستيلاسيون اللي كنقول لك لهذا وصافي وعندي حاجه اخرى كناخذ هذيك واحد الدواء بوغ لارتروز كناخذ الا بغيتي نقول لك سميتو لا 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 وصافي عند كناخذوا ستيم كومبليمون اليمونتير ماشي والكلاوي ما عندكش فيهم مشكل الكلاوي ما عندكش فيهم مشكل ديالاش الكلاوي واش فيهم شي مشكل صحي يا فاطمه لا لا قبل لا تسيستيت هادشي علاش ولا تسيستيت شحال هي ديال ليغمون معامل اللي شفت مع لي غولو قال لي عندك دو كيست في لو غان دو لو غان غوش مي قال لي تو لي تخوا ما تقدري ديري ان كونترول ماشي قبيح داكشي مزيان واخا فاطمه كانش كاين دي فوق والله ليمونطاسيون اللي كدير هادشي ولا كنتي كتعصبي شويه كنتي كتعصبي شويه وا العصب ما نقول لك ما خطا حتى واحد ياك فاطمه هذا من جهه واخا الماء شحال هذيك انت كتشربي الماء بزاف ولا ما كنتيش كتشربي الماء بكري ملي كنت ما كنشربش تقريبا راه الا صبت جوج ثلاثه ولا ثلاثه في هذا دابا هذا هو دابا عندي 65 عند ورا كنضرب الماء دابا تخوط راني درت لا سيستي درت كلشي ودابا دابا المشكل دابا حيت علاش دابا داك الماء اللي نقص انا عملت كثير لي دو كيس لان الكلاوي الا ما كانش كيوصل لهم الماء مزيان فهمتي بحال ان غادياتور واحد الرادياتور اللي كيخدم لينا يعني داك الموتور ديال السياره ديالنا الا ما كانش الماء فيه كافي راه ما كيكونش داك التبريد ديال ديال ديال, ديال الموتور وكيوليو عندنا مشاكل اللي حنا كما كنقولوا حنا داك الكلاوي اللي كيعطيونا الفلتر باش كيخدموا بالماء الا ما عطيناهمش الماء ما كيخدموش الا ما خدموش يعني الا ما عطيناهمش الماء الكافي شنو كيوقع كيوليو عندنا الرواسب يعني بحال قلتي واحد القاع ديال 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 واحد النهر الا كان ناقص فيه الماء بزاف راه فكيبان لك ان كاين واحد الخليط كيكون تما التراب كتكون الحصى فهذا هو المشكل اللي كيكون عندنا في الكيلي ديالنا فبغيت نسولك الطونسيون ما عندكش مشكل ديال الطونسيون لا ما عنديش النهار المزيان عندي كتكون ديك اونزيد ميدوز دوزيد مي واخا اذا بالنسبه باش نشرحوا الحاله الصحيه ديالها اكثر دكتور نعم. عماد هي عندها مشكل ديال التبول على المستوى ديال الجهاز البولي واحد النوع من يعني لاتسيستيت او هذا الحرق ديال البوله شرف الله وقدركم لا هي سيتين هي سيتين انفلاماسيون ديال لاميكوز فيزيكال دونك منين البيرون داكشي تيقول لي ما ديريش البيرون انت ما عندك لا ميكروب ما عندناش لا دابا هو لا فهمتك حيت هي كاين فيها بزاف ديال الانواع وبزاف ديال التشخيصات فهمتي داكشي باش حنا كنقولوا دائما الانسان ملي كيكون فيه واحد النوع ديال الحريق ولا ديال المرض كيخصو يشوف الطبيب لان لي كما كنقولوا حنا لي سيمبتوم ما نقدرش نوصل لك الحاله عافيك الله يجيب الشفاء الله يجيب الشفاء ان شاء الله يا ربي اذا هنا الحاله ديالك شوف فاش يمكن لي نعاونك انا يعني بدل الادويه ديالك ما تحبسيهمش غادي بقى نهضروا بعدا في هذا المشكل هذا اللي عندك الاول اذا غادي ناخذوا الحرير ديال الكبال الحرير ديال الكبال الحرير ديال الكبال الا كان يابس فغناخذ واحد المعلقه كبيره ديالو وغادي نطبخوها في نص سيترو ديال الماء حتى تطبخ مزيان وكنصفيوها وكنديروها يعني فواحد القرعه وكنديروها في الثلاجه ومن الاحسن تكون ديال الزاج ما تكونش ديك القرعه ديال البلاستيك غادي نوليو ناخذوا نص كاس صغير في الصباح على الريق ونداوموا عليه يعني يوميا وهذاك الماء اللي غادي نخليوه حنايا في الثلاجه منين غادي يدوز عندنا جوج اسابيع نبدلوه نديروا ماء اخر الا لقينا هذاك الكبال اللي هذاك الحرير ديالو غادي يكون طري فكناخذوا تقريبا واحد الحفنه نف ديال اليد ديال هذاك الحرير اللي كيكون طري وكنديروا نفس العمليه كنطبخوه في نص سيترو ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان وكنحطوه في واحد القرعه كنصفيه في واحد القرعه اللي كنديروها في الثلاجه وكناخذوا نص كاس صغير ديالو كل صباح وكنداوموا عليه على الريق وان شاء الله غادي يساعد على هذا المشكل هذا بالنسبه للمشكل ديال الشعر المشكل ديال الشعر الا كان هذا المشكل هذا داك المسام باقا مفتوحه ما تسداتش يعني ما بقاتش ملسه ما تسداتش فكيمكننا نستعملوا واحد الوصفه اللي غادي تعاونها اللي غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس معلقه كبيره ديال زيت الحبه السوداء ماشي الشانوج الحبه السوداء معلقه كبيره ديال الزيت ديالها تخلطها مزيان
وتدهن بها الجلده ديال شعرها وشعرها وتخليها مده ديال ساعه وتغسلها، وغادي تبقى مداومه عليها جوج المرات في الاسبوع. تبقى مداومه حتى تحس بان داك الشعر ديالها بدا كيرجع الحالة الطبيعية ديالو، وإن شاء الله الأمور غادي تكون بخير إن شاء الله. غادي ناخدو السؤال ديال خديجة معنا من قنيطرة. السلام عليكم خديجة. سلام، مرحبا بك على أصوات. ربي يخليك أختي. دكتور نزار بخير؟ ميزاب مرحبا. بغيت أخويا نسولك على بنتي. أيوا مرحبا. في مصر سنة وبلغات غير هذا الأسبوع. مرحبا. وهي قصيرة وتعقدات ليا وبقات كتبكي بزاف، وجات حاله نفسيه خايبه، وليت مجرد ما كتسمع الطول ولا البلوغ عرفتي راه كانت كتاكل كتنوض وكتبقى تبكي، وقالت لي وكتقول لي دابا ماما انا غنبقى قصيره ما غاديش نطول. بغيت نسولك واش غادي تطول، واش نديها للدكتور اختصاصي ديال العظام، ولا شنو ندير ليها؟ واخا واش البنت الا بلغات ما كتوليش طوال، صافي كيتشد الطول ديالها. لا لا، عندها حتى ال 21 عام. صافي يا دكتور. عندها حتى ال 21 سنة. قول لها بان الدكتور عماد قال لك اودي راه شوف بنتي راه حتى ال 21 سنة يمكن الانسان يطول. هذا من جهة، من جهة أخرى أنا بغيت غير نسولك واش الطول يعني أنتم أنت ولا الأب ديالها واش عندكم الطول عادي ولا حتى أنتم عندكم الطول ناقص شوية؟ دكتور أنا الطول ديالي مزيان وحتى الأب ديالي مزيان. إيوا شوف الطول مازال طوال ان شاء الله، ولكن الا كنتي انت كتشوفي البنيته ديالك ديك البنيه ديالها انها قصيره على 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 السن ديالها ما فيها باس، نشوفوا الطبيب لان اختصاصي في العظام، لان كاين بعض الحالات كنمشيو كنزوروا الطبيب الاختصاصي في العظام او الاختصاصيه في العظام، وكيمكن حتى هو الا شاف بان هذاك الطول ماشي عادي كاين بعض الامور اللي كدار باش كتزيد في الطول او كتزيد في ذاك التكون ديال الانسجه العظميه، يعني باش العظام ديالنا كيتقوى او باش كيعاون في الطول، فهذا هو ان شاء الله اللي غادي يعاونها. وانت ديري لها واحد المساله طبيعيه اللي كنتحدث عليها ديما، هو زيت شجره الارز اللي غادي ناخذوا منها تبقى تعطيها معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل وتداوم عليها، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير، وما كاين لاش تقلق وما كاين لاش انها دير واحد الحاله يعني تدخل في واحد الحاله نفسيه اللي هي صعيبه، لان ان شاء الله باقا مقبله على القرايه وباقا مقبله على الحياه، وهذا الشيء كامل ان شاء الله راه غادي يدوز. زيت شجره الارز واش الزيت العادي ولا الاساسي يا دكتور؟ الزيت العادي، الزيت الطبيعي. الا ما لقيناش الزيت الطبيعي مثلا لقينا الويل اسونسيال ديال الساد غدا طلاس، غادي نديروا 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ولا زيت نوار الشمس، نخلطوها وهذيك راه غادي تعطينا الزيت. دابا البنيتات في هذا لاج كنعرفوا تتكون شويه ديال المقارنه، دابا ولاو وسائل التواصل، الهضره مع البنيتات مع بعضياتهم، خصنا نعلموا وليداتنا شويه ديال الثقه في النفس وبانه راه ربي ما خلقناش بحال، خلق الطويل وخلق القصير وخلق الابيض وخلق السمر والقمحي، فالاختلاف في الاجساد ديالنا وفي اشكالنا هذه مساله اللي هي طبيعيه. تقبل الذات مهم جدا، ولكن البنيته عاود ملي كتكون في هذه الحاله النفسيه بعد خطرات كنضطروا اننا نشوفوا معالج نفسي، لماذا لا ممكن انه يعاوننا ويدخل على الخط مع طبيب الاطفال، لماذا لا؟ نعم اكيد بالفعل بالفعل، وخصكم خصها بعدا تعرف واحد الحاجه بان المراه المغربيه هي الميزه ديالها، علاش كتلقاها ملي كتلبس ذاك القفطان كيجي عليها؟ لانها واحد 50 حتى 60% من النساء المغربيات مربوعات القد. يعني هذاك هو التركيبه ديالنا، مطويله مقصيره، وهذيك هي كما كنقولوا حنا مع الوقت راه كتشوف، حنا شفنا الامهات ديالنا شفنا الجداوات ديالنا وهذه، فهذيك هي الفورمه ديال المغربيات واللي كتعطي واحد الجمال هائل ملي كتلبس القفطان، اذا هذا الشيء ما عندوش لا شي برصده وباقه صغيره 12 عام. اهم حاجه هي الدراسه ديالها، فان شاء الله يكون خير ان شاء الله. لك لله دائما على اصوات. ومع الدكتور عماد ميزاب، مرحبا بكم بالاسئله ديالكم، طبيعه الحال للتواصل 0522 77 24 24 عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. غادي ناخذ السؤال ديال خديجه معنا من مدينه الدار البيضاء. خديجه السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. تفضلي لاله خديجه، شنو سؤالك للدكتور عماد؟ انا عندي مرض باركنسون. اييه الله يجيب الشفاء لاله. الله يشافي الجميع. اللهم امين. تفضلي. بغيت نعرف شنو هي التغذيه المساعده على تحمل هذا المرض. نعم، الدواء ديالك كتاخذيه في وقته ياك؟ كتاخذي الادويه ديالك اللي عطاك الطبيب كتبعيها؟ مرض الدبار و لا داعي لذيك الاسماء. نعم نعم، فالتغذية شوف التغذية ديالك يمكن لها انك تاخذي كما كنقولوا حنا، الا كانت واحد التغذية صحية
غير الانسان تحاولي انك تكثري من قولي بعدا ما كاين ما فيك لا سكر لا طونسيون ما كاينش؟ لا الحمد لله ما عندي. اي والله لك الحمد، اللهم لك الحمد. فالتغذيه ديالك شوف التغذيه ان تحاولي انك مثلا في الصباح تاخذي الزيت البلديه لان فيها الاحماض الدهنيه غير مشبعه. الزيت البلديه مهمه مزيان بحال كنقولوا حنا ديك لاغريس ديال هي اللي كتعطينا داك التليين ديال العريقات اللي كتكون عندنا على المستوى ديال الدماغ ديالنا، وكتعاون الدوره الدمويه ديالنا في الدماغ باش كتمشي بواحد الطريقه مزيانه يعني مزيان. لان علاش فهاد المشكله هذا ديال باركنسون كيخصنا دائما نحافظوا على الدات ديالنا يكون عندها نسبه الاكسجين طالعه، وتكون حتى التغذيه والمواد المغذيه اللي كتوصل لنا للدماغ ديالنا تكون كتوصل بواحد الطريقه منتظمه. هذا من جهه. من جهه اخرى فالخضر بجميع الانواع ديالها مهمه جدا في التغذيه، مهمه لان الخضار من المواد اللي فيها الالياف اللي فيها الاملاح المعدنيه اللي ضروريه لنا للداس ديالنا، وخاصه الا هضرنا على الجزر اللي فيه البيتا كاروتين، هضرنا كذلك على الماء الخضر اللي فيه اللون الاخضر مثلا بحال القرعه الكورجيت بحال السلاوي اللي هو متوفر دابا هذه ديال الوقيته ديالو، يعني القرعه الخضراء بجميع الانواع ديالها. فهذه من المواد اللي يمكن لك تستعمليها. السلطات حتى هما مهمين بزاف اننا ندخلهم في التغذيه ديالنا. ومساله اخرى هو حاولي تاخذي شويه ديال المكسرات مثلا شويه ديال اللوز ولا شويه ديال القرقع اللي ما نماضيش ناخذوا من واحد الكميه كبيره، الا خدينا غير واحد الربعه ديال داك الفصوصه ديال القرقع. يعني بحال دابا قرقعه جوج قرقعات في اليوم مثلا غتكون مزيانه، واحد خمسه ديال الحباس ديال اللوز. فهادو كلهم مواد اللي مهمه. ومساله اخرى هو نكثروا الماء ونداوموا على الماء دائما ونشربوه بزاف. وبالنسبه للوصفات اللي غادي تحاول كنعرفوا حنا الباركنسون واحد المرض اللي كيبغي الراحه النفسيه، واحد المرض اللي ما كيبغيش فيه التوتر، واحد المرض اللي كيبغي ان الانسان يكون يبعد من اي حاجه كيمكن لها تسبب ليه التوتر ديالو. فهنا انا كنصحك اختي مثلا تاخذي واحد معلقه صغيره ديال البابونج وديريها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق وتبداي تشربيها كل ليله، فهي ان شاء الله غادي تعاونك باش يعني تبقي دائما مرتاحه. زائد اننا الادويه ديالنا خصنا نبقاو ناخذهم بانتظام والامور ان شاء الله غادي تكون بخير. صافي واضحه الفكره خديجه؟ لكن نعاود ناكد معها على واحد الامر. تفضلي لالا. سمعت ان ذاك النبات ديال الفول. شنو هما لالا؟ النبات ديال الفول. نبات الفول. نبات الفول اها. ذاك جيرم دو فيف. اييه. جيرم دو فيف وي. وزيت الكوك. اها. هادو سمعتهم مزيانين مع ما شوف هذا المرض ديال باركنسون الله يجيب لك الشفاء والله يشافي كون من كيعاني او كتعاني من هذا المرض. هو لالا مرض مزمن صافي، يعني الا وصل الداس بحالو بحال الامراض المزمنه، يعني لا يعالج نهائيا الا بعد. يعني هما راه دابا راه خايدين في التجارب على مستوى الولايات المتحده الامريكيه واستوى اليابان كذلك، انهم كاين بعض العمليات اللي بداو هما كيقلبوا انهم كيفاش يديروها الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من باركنسون، ولكن ما يمكن يتعالج الباركنسون نهائيا الا عن طريق عمليه جراحيه، ولما تنجح هذه العمليه الجراحيه فدابا مؤقتا التزموا بالادويه ياك، التزموا بالادويه. الزيت ديال الكوكو لا ارى انا فائده فيها يعني في الاستهلاك ديالها. الا الانسان باغي ياخذ زيت الكوكو ياخذ الكوكو، يعني الكوكو اللي كيكون طري ويخبيه في الثلاجه وياخذ منه طريف غادي يستافد اكثر، وخاصه ملي غادي تكون داك الثمن ديالو مرفوق. ولي جيرم دو فيف او رشيم الفول ف يعني لا ارى فيه شي منفعه لهذا المشكل هذا، فهمتي؟ لي فيف فيهم الازوت، ولكن بنادم اللي عنده مشاكل على المستوى ديال الجهاز الهضمي راه الا كلا هاد رشيم الفول او هاد لي جيرم دو فيف كيمكن انه يعطي واحد المضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي ديالو. اذا الا كانت غير تغذيه متوازنه عندك تحاولي تجنبي كل المواد اللي كتكون فيها مواد حافظه، يعني دوك المعلبات العصائر الاصطناعيه المشروبات الغازيه، وتبقاي ملتزمه غير بواحد التغذيه طبيعيه، فان شاء الله الامور غادي تكون بخير. واهم حاجه تركزي على زيت الزيتون كما قلت لك، يعني تمشي حتى لجوج معالق كبار في اليوم الا قضيتي عليهم راه مزيان، وتبعي الحميه ديالك ان شاء الله ديال هذا الاكل وما غيكون غير الخير، لان اهم حاجه في الباركنسون هو الابتعاد على التوتر.
يعني اي حاجه كتسبب لنا التوتر كيخصنا نعطيوها ابتساع. يعني هذا هو اللي كما كنقولوا حنا كيخفف من هذه النوبات وكيخفف من هذا الالم هذا بواحد 50%. والله يجيب لك الشفاء اختي. اللهم امين. والله يبرد عليك والله ينزل المخافف الله يخفف منازل ان شاء الله تعالى. أفوان. الله يجيب الشفاء. خديجه معنا حداوي من السطات. مرحبا بك سي حداوي. سي حداوي مرحبا. طيب غادي ناخذ رشيده معنا من قنيطره. اهلا وسهلا بك رشيده. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك. شكركم. لاباس الحمد لله بارك الله فيك. وكنشكركم على هذا البرنامج بزاف اللي كيفتحنا شحال ديال الحوايج ما كناش عارفينهم. وكنشكر الدكتور لهلا يخطيكم الله يجعلك في الميزان المقبول ان شاء الله يا ربي. اللهم امين. تفضلي لالا. الله يعطيك الستر. دابا انا كنت كندير الصباغه للشعر. أيه. وطلعت لي فراسي ديك لي برودوي كيميك ما بقيتش كنقاده عليهم. وشي وحدين قالوا لي ديري ورقة موسى مع القرنفل والصفر ديال البيض وانا في لا طونسيون. وخفت لهادو مع لا طونسيون فيا خصني نديرهم في راسي. ولكن علاش تستعمليهم هادو الصباغه ديال الشعر؟ اش من لون؟ ايوا صباغه الشعر باش يتغطى الشيب. نعم. فهو اصلا بعد ولا الطريقه ديال الاستعمال قولي كيفاش غتستعمليهم. غادي تدقوا معلقه صغيره ديال القرنفل وشي ثلاثه ولا اربعه ديال الورق ديال تاع هذا يدقوا مزيان ويتخلطوا مع الصفر ديال البيض وشويه ونص حامضه. فشوف التغطيه ديال الشيب انت غتاخدي معلقه صغيره ديال السلميه يابسه ومعلقه صغيره ديال اليزير مطحون. هاد المكونات كاملين غادي تزيدي عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون او كاس صغير ديال زيت نور الشمس اللي عندك اللي توفر عندك وتحطيه فوق العافيه يبدا تطلع الغليه الاولانيه وغتخليه اسبوع سيمانه باش دوك المكونات يطلقوا مزيان. صفيه مزيان ومن الاحسن صفيه بشي زيف ديال حياتي ومن بعد داك الزيت اللي غتحصلي عليها هي اللي تولي دهني بها الجلده ديال شعرك وشعرك تخليها مده ديال ساعه وتغسليه وغادي نستعملوه جوج المرات في الاسبوع ونبقاو نستعملوه حتى كنحسوا ان داك الشيب كيتوقف وهذاك الشيب ما كيبقاش كيخرج بديك الغزاره ديالو بديك الكثافه ديالو وان شاء الله الامور تكون بخير. اما هذه الوصفه هذه اللي قلتي لي فواخا غادي ديريها ما غادي تعطيك حتى شي نتيجه. فهمتي يا رشيده؟ واخا هي ما غادي تاثر لك والو على الدماغ ديالك ولا الطونسيون ولكن ما غاتعطيك حتى شي نتيجه. داكشي مع دابا حتى 600 كيقولوا كطلع لا طونسيون داكشي باش. لا ما عندها حتى علاقه. 600 طلع طونسيون الا شربناها وخديناها بير اوس يعني عن طريق الفم. اما 600 الا كنا كنستعملوها خارجيا فما ما عندها حتى شي تاثير على الداس ديالنا وخاصه الا خديناها بواحد الكميه قليله. فهمتي خديناها بواحد الكميه قليله ما غادي تاثرش الا درناها خارجيا. بارك الله فيك. مرحبا. هذا واجب. الله ودي. مرحبا بك رشيده. اهلا وسهلا. فاطمه الزهراء معنا من مراكش. السلام عليكم فاطمه الزهراء. وعليكم السلام. كيفاش بخير؟ اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. اخباركم انتم؟ كلشي مزيان. الله يكبر بك فاطمه الزهراء. تفضلي. الله يخليك. عندي سؤال دكتور على حساب الوزن ديالي ما كيتزادش. ايوا 55 كيلو نقول لك شي سنين هذه تقريبا ما كتبدلش. واخا التغذيه ديالك كي دايره؟ زعما التغذية متنوعة ماشي ما كناخذ شي حاجة ديما وهكا كنوع مرة حوت مرة لحم دجاج. واخا شحال فيك ديال الطول؟ في 1.68 متر. 1.68 نعم. واخا وبالنسبة للتغذية العادية ولكن واش كتاكلي؟ يعني راه كاين التغذية يعني الإنسان كاين اللي كياكل وكاين اللي ملي غتجي تاكلي كتاكلي شوية وكتحبسي. انا كنحس براسي بلي كناكل ولكن كلشي تيقول لي راه ما تاكليش. ياك. ايوا شوف غادي ندير واحد الوصفه غادي ناخذ فيها معلقه صغيره ديال الحبق البلدي. ايه. مطحون. غادي ناخذ فيها جوج غريقات ديال اللويزه يابسه. ايه. غتزيدي ليهم كاس صغير ديال الماء المغلى. وتصفيه. وهذا غتبداي به الصباح ديالك يعني مع الصباح تفيقي ان شاء الله تاخذي هذا الكاس هذا. تشربي بحال الشكل الاتي راه حتى المذاق ديالو غيكون مزيان وغادي تداومي على هذه الوصفه هذه تتحسي بان الشهيه ولات كتفتح وليتي كتستافدي من التغذيه ديالك. صافي. بالنسبه لتساقط الشعر ما عرفتش شنو السبب. السبب هو التغذيه هو انك دابا ما كتاخذيش ذاك المكونات المهمه. كاينه مساله اخرى اللي كي مزيانه هذه المساله هذه يعني اللي جبتي هذا الموضوع هذا. كاين واحد المساله مهمه
اللي حتى هي كيمكن تعطينا هذا المشكل هو عدم امتصاص المواد المغذيه. يعني ملي كناخذوا ديك الماده ديالنا ما كيكونش واحد الامتصاص على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا وما كنستافدوش منها. يعني ما كتزيدنا لا في الوزن ولا كنستافدوا من هذوك المكونات اللي فيها. بحال قلنا كطيح في الجهاز الهضمي ديالنا وكتمشي صافي كتخرج شرف الله وقدركم كفضلات. اذا هنا شنو كيوقع؟ كيكون عندنا واحد يا اما كيكون عندنا دوك المسام ديال الجهاز الهضمي ديالنا مخنوقين كيتخنقوا اذا كيخصنا ننفسوهم كما كنقولوا ننظفوهم، او في بعض الحالات كيكون عندنا خمول ديال الجهاز الهضمي اللي هي عضله اطول عضله عندنا في الداس ديالنا اللي كتكون فيها واحد الخمول ما كتكونش كتشتغل بواحد الطريقه منتظمه وحتى هي ما كتخليناش نستافدوا من التغذيه. واخا في هذه الحاله كيمكننا اننا نعطيوها واحد التنشيط طبيعي. شنو هو التنشيط الطبيعي اللي غادي ناخذوا فيه التنشيط ديال العضله وتصفيه الجهاز الهضمي، تصفيه المسام، يعني غنغسلوا دوك المسام باش يوليو كيعطيونا واحد سرعه الامتصاص. اذا غادي ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الزعتر وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النافع البستاني. اذا النافع البستاني معلقه صغيره ونص معلقه صغيره ديال الزعتر، نضيفوا لهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق مزيان. وهذا المشروب هذا او هذا الشاي غادي نشربوه في الليل ديال ناخذوه قبل ما ننعسوا، فهو غيساعدنا على الراحه وغادي يساعدنا على تصفيه الذات وتنشيط العضله ديال الجهاز الهضمي. ونداوموا عليه فهو ان شاء الله غادي يعاوننا باش نستافدوا من التغذيه ديالنا ان شاء الله. شكرا لك فاطمه الزهراء. ناخذوا خديجه معنا من جديده. مرحبا بك على اصوات خديجه. سلام كيدايره رنا؟ لاباس عليك. مرحبا بك. لاباس الحمد لله. كيدير خويا عماد؟ لاباس بخير الحمد لله. ملي كنسمع صوتكم عافاك اخويا عماد. بغيت نسولك. نعم مرحبا. مرحبا اختي انا معك. انا شعري بغيت نسولك على شعري عافاك. مرحبا. شنو المشكل؟ شعري فيه قشره بزاف. انا دابا عندي 18 عام وملي كانت عندي 14 عام بدا كيدير لي الشيب في شعري. بدا كيدير لك الشيب. نعم. بغيت يوصف عافاك اخويا الشيب والقشره. واخا الشيب واش عندك غير في الشعر ديالك ولا عندك شي بقع على المستوى ديال الجبهه ديالك؟ عندي بقع في الجبهه ديالي. بيضاء؟ كاين بقع بيضاء في الجبهه ديالك؟ نعم. فهذه مساله وراثيه، يعني كاين اللي كيكون عنده هذا المشكل هذا وكيضر عنده هذا المشكل هذا ديال نوع من التلوين، يعني اختلاف في التلوين ديال البشره، وديك لاميلانين ما كتكونش كتفرز بواحد الطريقه منتظمه. وهذا الشيء خاصه على سولتك لانه في سن مبكر في 14 سنه باش ظهر عندك هذا المشكل هذا. اذا هذا مشكل جيني، ولكن يمكننا ندير واحد الوصفه اللي غنديروا فيها التوقيف ديال الشيب، يعني باش ما يبقاش داك الشعر بيض يبان بزاف، نحاولوا نبطئوه هو غادي يخرج، ولكن نحاولوا نتقلوا ليه داك كما كنقولوا حنا داك التنبات ديالو. فالوصفه ديالنا غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الزريعه ديال البصله مطحونه، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال ورق سيدنا موسى مطحونين. هاد المكونات كاملين غادي نديروا غنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، غادي نحطوها فوق العافيه تطلع الغليه الاولانيه يبدا يغلى، كنطفيو عليه وكنخليوه ليله كامله حتى كيطلق مزيان. نصفيو هذا المحلول هذا وكندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا وكنخليوه مده ديال ساعه، من بعد كنغسلوه. العمليه غادي نداوموا عليها جوج مرات في الاسبوع ونبقاو دائما كنستعملوها حتى كنحسوا ان بعد ديك القشره ما كتبقاش، وحتى داك الشيب بدا كيتوقف، يعني بدا كيتعطل في داك باش انه ينوض، وان شاء الله الامور غتكون بخير ان شاء الله. خديجه الله يجيب الشفاء. نفتحوا المجال الاسئله ديالكم عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. ابو ادم تيقول لك دكتور عندي مشكل في لساني اللون ديالو كحل، واش ممكن تفيدني؟ لون اللسان يدل على مشكل في الصحه؟ فهذا مشكل خطير. لان مشكل تعفنات فطريه من الدرجه الثالثه. فاول حاجه كنصحو انه يمشي يشوف طبيب مختص في التعفنات، يعني او يشوف طبيب ديال الاسنان مختص في الجراحه ديال الاسنان، حتى هما كيعالجوا هذا المشكل هذا ديال الفم ولا الثاء او هذا النوع هذه من التعفنات، لانه خصو اليوم قبل غدا يشوف هذا الطبيب او الطبيبه. نعم ضروري. عندنا سؤال ديال مليكه كتقول لك دكتور عندي نقص فيتامين د، هي بغات استشاره. عندي نقص فيتامين د، عطاني الطبيب الدواء على شكل زيوت في كل 10 ايام. ودابا فوت الوقت بست ايام، تتشاور معك واش ممكن ناخذ دابا ولا ماشي مشكل؟ هي خصها تاخذها كل 10 ايام بحال قالت دارت 16 يوم. تعطلات.
16 يوم ماشي مشكل ماشي مشكل لان اصلا الا تعطاوك لي زامبول ديال 10 ايام فالتركيز ما كيكونش تركيز عالي جدا ماشي بحال دوك اللي كيتخادو مره في الشهر فتاخذ هذيك الجرعه ديال اللي فوتات وتكمل الجرعه الاخرى منين تفوت 4 ايام دير الجرعه الاخرى. نزهه مجدوبي كتقول لك عندي قصور كلوي ما كنديرش دياليز كناخذ غير الدواء واش ممكن ناخذ الوصفه ديال الشعر الذره وكناخذ دواء ديال الطونسيون؟ فهنايا حاله اخرى يعني انا ما يمكنلاش تاخذها لان عندها القصر الكلوي والقصر الكلوي راه شنو هو ان الكلوي ديالنا ما بقاوش كيشتغلوا بواحد النسبه كبيره فنتجنبوا هذه الوصفه هذه بالنسبه للناس اللي عندهم القصر الكلوي. طيب ما ديرهاش. فاطمة الزهراء كتقول لك كيفاش نستعمل الكتيرة للزيادة في الوزن بطريقة صحيحة؟ نعم الكتيرة اللي هي من المواد اللي دارت واحد لا طوندونس هادشي ديال زيادة الوزن ولكن الا بغينا نستعملوها ناخذ غير معلقة صغيرة ديال البودرة ديال المطحونة ونديروا نزيدوا عليها كاس صغير ديال الحليب الساخن اللي يكون مغلي مزيان نلوحوها فيه ونخلطوها ونخليوها حتى يعني نحركو مزيان ونخليو حتى يبرد ونشربو هاد المحلول هذا. جانا شويه في المذاق ما هوش فنزيدو ليه واحد المعلقه صغيره ديال العسل ولكن حتى يبرد هاد المحلول هذا. طيب بزاف ديال الاخوات كيسولوني على وصفات طبيعيه للبشره ديالهم تضررات في الصيف. غدا إن شاء الله عندنا وصفات حصريه وصفات مع الدكتور عماد لترميم وانعاش كولاجين البشره ما بعد الصيف. شكرا لك دكتور عماد ميزان. مرحبا اختي لمياء. نتلاقاو غدا ان شاء الله للتواصل معك دكتور كالعاده على الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار رقمي يعني 06 61 28 99 78 او على الانستغرام دير نقطه عماد ميساب اس ومرحبا بجميع الاسئله ديالك. تحيه.